قال: وكذلك المريض، أي المريض إن عجز عن القيام وأمكنه الركوع والسجود وجب عليه أن يأتي بهما. إن أمكنه أن يأتي بالركوع أو يأتي بالسجود فإنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيع. أما إذا لم يمكنه وكان في ذلك مشقة فإنه يومئ بالركوع فيخفض رأسه ويحني ظهره قليلا، ثم يومئ بالسجود فيخفض رأسه ويحني ظهره أكثر من الركوع. هذا هو المشروع له، لأن هذا هو الأصل في العاجز عن الركوع والسجود، هذا هو الأصل في العاجز عن الركوع والسجود. نعم.